لحظة الإصابة بألم الصدر قد تكون لحظة فارقة في حياتك، إذ 3 من كل 4 مصابين بالذبحة الصدرية هم من المحظوظين الذين يتمكنون من الوصول إلى المستشفى أحياء. أين وكيف تعالج؟ تعني الفرق بين حياة طبيعية وأخرى حافلة بالمطبات. في مستشفى العبدلي حياتك ومستقبلك أولويتنا من لحظة وصولك إلى المستشفى وخلال فترة علاجك وحتى خروجك إلى أهلك وبيتك. قسم القلب في مستشفى العبدلي يضم نخبة من أطباء القلب من تخصصات مختلفة كالقسطرة العلاجية وكهربائية القلب والجراحة، ذوي خبرة محلية ودولية طويلة. في عدد من مرضى القلب راح يحتاج إلى قسطرة تداخلية، وهذا بيشكل جزء هام وحساس جدا من الرحلة العلاجية لمريض القلب. لهذا السبب احنا في مستشفى العبدلي كثير بنهتم فيه، وعندنا استشاريين عاليين التدريب وعندهم تخصصات دقيقة في القسطرة التداخلية، في عندنا أجهزة متقدمة جدا ومتطورة. أمراض شرايين القلب ممكن تيجي بحالات مختلفة، منها جلطات القلب الحادة ومنها الأمراض المزمنة مع تكلسات الشرايين الشديدة. كمختبر قسطرة متقدمة احنا بنكون جاهزين للتعامل مع جميع الحالات بجميع الأشكال. بالإضافة إلى مختبر قسطرة القلب، هذا يسمى مختبر كهروفيزيولوجيا القلب لجميع اللانظميات والمؤسس على الأصول العالمية. طبعاً بوجود أجهزة مثل هذه الأجهزة لا يوجد أي حاجة لأي مريض في الأردن أو من جوار الأردن للسفر للخارج للعلاج. وللحالات التي تتطلب تدخل جراحي لدينا فريق متمرس من جراحي القلب الذين يقدمون العلاج للمرضى في غرف عمليات مجهز على أعلى مستوى. الناس اللي مثلا عندهم كهرباء زيادة، هاي العمليات بنعملها كي عشان المريض بيشفى بإذن الله. في عمليات تانية بنعملها كي بتيجي من المنطقة العليا من القلب مثل الرجفان الأذيني اللي هو بسبب جلطات على الدماغ، برضو بنعالجها بالكي. في أجهزة قلب بتساعد على تقوية عضلة القلب للناس اللي عندهم عضلة قلب ضعيفة. في أجهزة بتساعد على إعطاء كهرباء زيادة للقلب عندهم ما بتحرك بالسرعة المناسبة. وفي أجهزة بتساعد إنه المريض يوقف أدوية مميعات الدم. مرضى اعتلال عضلة القلب يحتاجون لعناية طبية دقيقة ومتابعة مستمرة. لدينا في مستشفى العبدلي عيادة خاصة لهؤلاء المرضى تؤمن لهم هذه العناية عن طريق كادر طبي عالي الكفاءة. في قسم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل نعمل معك للتغلب على ما تسببه مشاكل القلب من أعراض، وكفريق قسم القلب في مستشفى العبدلي سنرعاك من لحظة وصولك وحتى عودتك إلى حياتك الطبيعية وعائلتك.